السلام عليكم، أنا الدكتور عبد العزيز بدلي، أخصائي أمراض العين وجراحتها، أخصائي أمراض الشبكية والجسم الزجاجي. أريد التكلم عن علاج حالة انفصال شبكية تم إجراؤها حديثاً في مشفى الدكتور سليمان الحبيب. المريض كان يعاني من فقدان النظر نتيجة هذا الانفصال الشبكي، وقد تم علاج الحالة بطريقة قص السائل الزجاجي، واستعاد المريض بصره بفضل رب العالمين من اليوم الأول بعد الجراحة. إن جراحة الجسم الزجاجي يمكن إجراؤها في عدة حالات، التي تشمل أيضاً حالات النزف الناجم عن الداء السكري والتليفات الموجودة عن الشبكية، بالإضافة إلى علاج حالات رضوض العين ووجود الأجسام الأجنبية داخل العين. إن طريقة قص الزائد الزجاجي التي نستخدمها هي من أحدث التقنيات الموجودة على مستوى العالم، ونقوم بإجرائها بطريقة الجرح الصغير. كما يمكننا بنفس الوقت إجراء عملية استخراج الساد وزرع العدسة للمريض بنفس الوقت، لنتجنب المريض أي إجراء ثاني بعد ذلك.